ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوة الكرام إلى الموضوع. الحمد لله وكفى، وسلام على العبادين الذين اصطفى. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارحم لنا ومسلسلنا وارفعنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القدامى رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلوم وعلوم الصالحين والسلام. قال الإمام المفصل القرطبي رحمه الله: ولا يدهن بما فيه طيب وما لا طيب فيه. قال القدامى رحمه الله: وأما المطيب من الأدهان كلهم الورد والبنفسج والزنبق والخيرين والبين واللينوغر ليس فيه تحريم الاتهام، هذه أسماء كلها ما نعرف لها شيء. واللينوغر ده اسمه برضو من النبات ينبت في أليان غافلة تظهر أوراقه وزهره مع نصف الماء. يعني كل ده فيه طيب، يعني فيه طيب، لذلك يحرم الادهان به. عامة القاعدة الكبرى كل ما كان فيه طيبا لا يحرم ايش الادهان به. سمي بقى ما تسمي وخلي التسمية تكون على ما هي عليه. قال: وهو قول الأوزاعي وكله مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي رحمهم الله. الادهان بلوه وكره مالك وأبو ثور وأصحاب الرأي رحمهم الله الادهان بلوه البنفسي. وقال الشافعي رحمه الله: ليس بطيب. قال ابن قدامة رحمه الله: ولنا أنه يتخذ الطيب وتقصد رائحته فكان طيبا كماء الورد. فأما ما لا طيب فيه كالزيت والشيرم والسمن والشحم ودهن البان ودهن البان السادج. فنقل الأكرم رحمه الله قال: سمعت أبا عبد الله رحمه الله يسأل عن المحرم يدهن بالزيت والشيرم، فقال: نعم يدهن به إذا احتاج إليه، ويتداوى المحرم بما يأكل. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن. ونقل الأكرم جواز ذلك لابن عباس وأبي ذر رضي الله عنهما والأسود بن يزيد وعطاء والضحاك وغيرهم رحمهم الله. نعم، هنا الكلام على الدهن المطيب والدهن غير المطيب. دعك من الأسماء التي ذكرت كل دهن كالفازلين وغيره إن كان غير مطيب جاز الادهان به، وإن كان مطيبا لا يجوز الادهان به لأنه استعمال للطيب، والمحرم محظور عليه الطيب، ما يعني ممنوع من استخدام الطيب. بتضحك علي، تعال انت بتضحك علي، معلش وانا اضربك؟ انت فاكر انك في فسطه اجيب عصايا واضربك؟ معلش انا بسالك ادب. طب اتفضل. ده ما هو حسام اللي عامل فيه كده. حسام جالس معانا كالشيطان الرجيم الخفي، فاهم حضرتك؟ الخفي في هذا خفي وينقطع ويقول لك انا بقى ليا القراءات. عارف لو ضحك تاني هكسر راسك انت. لا ما تمشيش، خليك جنبه عشان يضحك عشان اكسر راسك. هو هذا. فأقول إخوتي الكرام كل دهن مطيب فلا يجوز استعماله لأنه محظور، وكل محرم يعني يحرم عليه استعمال الطيب. نعم. هو اللي ما فيهوش طيب لا قال يجوز استعماله. يعني هنا شوف هو قال ولا في، هو بيقول التحريم خلاص ما في كلام فيه، لكن قول أوزاع وكره مالك أو ثور أصحاب رأي الادهان بدهن البنفسج وقال الشافعي ليس بطيب، خلاص القاعدة الكبرى هي التي
يعني كل ما كان طيبا لا يجوز استعماله، وما لم يكن طيبا يجوز استعماله، يجوز استعماله. لكن هنا الإمام أحمد في جواز الاستعمال جعلها على إيش؟ على الحاجة، مسألة أنه ما يأكل به فيفعل ذلك مداواة كتشقق الرجل وغيره فيجعل الدهن فيها. نعم. ولذلك قال أجمع عوام أهل العلم على أن المحرم أن يدهن أو يدهن بدنه بالشحم والزيت والسم، ليس فيها ثم شيء. والمسام أيضا إن شربتها ليس فيها شيء، لأنه ليس استعمالا للطيب، وهو ليس ممنوعا من أي شيء إلا استعمال الطيب. قال ونقل أبو داود رحمه الله عن أحمد رحمه الله أنه قال الزيت الذي يؤكل لا يدهن المحرم به رأسه، فظاهر هذا أنه لا يدهن. نقل أصرم إيش؟ أبو داود. نقل أبو داود نعم نعم. ونقل أبو داود عن أحمد رحمه الله أنه قال الزيت الذي يؤكل لا يدهن المحرم به رأسه، فظاهر هذا أنه لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان، وقول عطاء ومالك والشافعي وأبي ثور أصحاب الرأي رحمه الله، لأنه يزيل الشعر ويسكن الشعر. لاحظ أقول الأدهان التي تسكر الشعر لا تستخدم. ليش؟ لمن احنا قلنا بأنه قال المحرم هو الأشعث الأغبر، فهذا يزيل ما كان فيه الشعر والغب، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتوني شعثا غبرا اشهدوا أني قد غفرت له. قال فأما دهن سائر البدن فلا نعلم عن أحمد رحمه الله فيه منعا، وقد ذكرنا إجماع أهل العلم على إباحته في البدن. هو ما عندي أيضا في البدن. ماشي، ما في أخ، ما فيهاش بعيدة. تفضل. فلا نعلم. قال وإنما الكراهة في الرأس خاصة لأنه محل الشعر. وقال القاضي يبقى إذن سائر البدن والدهان بالدهن في سائر البدن ليس فيه ثم شيء، لأنه ليس إيش؟ ليس مزيلا للشعث، فليس مزيلا للشعث. فلذلك قال علماء هنا إذا كان مزيلا للشعث فإنه يكره لذلك، لأنه خالف هيئة المحرم. وأما إن كان في البدن فجائز، لأنه لا يذهب بالشعث، لا يذهب بالشعث. نعم تفضل. وقال القاضي رحمه الله في إباحته لجميع البدن رواية ثانية، فإن فعله فلا فدية فيه، في ظاهر كلام أحمد رحمه الله دهن رأسه أو غيره إلا أن يكون مطيبا. يعني يقول القاضي يقول في إباحته في جميع البدن روايتان، فإن فعلوا فالفدية فيه، ظاهر كلام أحمد سواء دهن رأسه وغيره إلا أن يكون مطيبا. طيب، احنا قلنا في دهان الرأس أنه قال إيش؟ ممنوع، لأنه يذهب الشعث، لكن عليه فدية، هو ليس طيبا حتى يكون له فدية، هو خالف هيئة، فأقصاها خالف الهيئة، لذلك كان على الكراهة، كان على الكراهة. نعم. قال وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صدع وهو محرم، فقالوا ألا ندهنك بالسمن؟ قال لا. قالوا أليس تأكله؟ قال ليس أكله كالدهان به، مع أن الاثنين واحد، الأكل يبتلع وأيضا الدهان به المسام تمتص، فالمسألة واحد. لكنه يعني ابن عمر رضي الله عنه شديد الورع، ابن عمر رضي الله عنه يتورع جدا ويحتاط، ولذلك تجد الإمام مالك ينتهج نهج ابن عمر. اتفقات سد الزريعة ترى أصالة عندما ينقل كثيرا عن من ينقل عن ابن عمر رضي الله عنه في المنطقة. نعم. قال عن مجاهد رحمه الله قال إن تداوى به فعليه الكفارة، قال الذين منعوا من دهن الرأس فيه الفدية لأنه مزيل للشعث أشبه ما لو كان مطيبا. أشبه مرة ثانية هذه وعن مجاهد. قال وعن مجاهد قال إن تداوى به فعليه الكفارة، فقال الذين منعوا من دهن الرأس فيه الفدية لأنه مزيل للشعث أشبه ما لو كان مطيبا. هنا الآن مجاهد يقول عليه الكفارة في إيش؟ قال إن كان للتداوي فعليه الكفارة، هو عنده أصله أنه إيه؟ ينزل منزلة المطيب، ففي الأصل أنه عليه الفدية، فلما كان للتداوي قال إذن جاز له استخدامه مع
مع الفدي مع الفدي. ثم هنا قال الذين منعوا من دهن الرأس قالوا هو مزيل للشعث فيكون على الفدية، الحقوه بالمطير. وهذا الحق ليس له دلالة، يعني ليس ما في جامع بينهما، غير أنهم يقولون المطيب يزيل الشعث وهو أيضا يزيل الإيش. قلنا هذا يزيل الشعث بإيه؟ بطيب الرائحة، بطيب الرائحة، فده فارق. فالصحيح أن نقول بأنه لا، الحق والأصل عدم الكفارة، والأصل عدم الفدية إلا بدليل يسلم من المعارضة. قال ولنا أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل، أو في هذا الباب أنه لابد من نص في هذا. نعم. قال ولا دليل فيه من نص ولا إجماع ولا يصح قياسه على الطيب، فإن الطيب يوجب الفدية وإن لم يزل شعفا، ويستوي فيه الرأس وغيره والدبن بخلافه، ولأنه مائع لا تجب الفدية باستعماله في البدن فلم تجب باستعماله في الرأس كالماء. هنا قال لا صح قياسه على طيب، وأتى بإيش بالظاهر في ذلك، فإن الطيب يجب الفدية ولم يزل الشعث، وهذا الصحيح. ولذلك قال يستوي فيه الرأس وغيره والدهن بخلافه، لأنه ليس طيبا. والأصل في المنع حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فهو ممنوع من استخدام الطيب وهو لم يستخدم طيبا. ولذلك قال أنه ما لا تري بالفدية باستعمالي في اليدين فلم تجد باستعمالي في الرأس، لكنهم يفرقون، يعني هو لا يلزمهم بهذا الإلزام، هو بيلزمهم بالإلزام ده، كأنه يجرهم من المختلف إلى المتفق عليه. يقول في اليد دي، في اليد لا فدية، وأنتم اتفقتم على ذلك. فهو بيقول ولا لأنه ما علاج الفدية باستعماله في اليدين فلم تجب استعماله في الرأس كالماء. هم منعوا ذلك، هذا ليس إلزاما لهم، لأنهم قالوا هو يزيل هيئة مطلوبة إيش؟ الشفشار. أما اليدين لا يزيل الهيئة، فاختلف هنا وافترق، مفهوم؟ احنا قلنا لهم أقصاها أنها تكون على الكراهة، لأنه لم يستخدم طيبا. وإلا فالمغتسل لو اغتسل، وأنتم ونحن نتفق باتفاق أنه يجوز له أن يغتسل، والاغتسال إزالة للشعث، والاغتسال مش اغتسال إزالة للشعث. وذلك ابن عباس لما بعث إلى أبي أيوب الأنصاري وقال له بين لنا كيف كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، ليثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل إيش محرما، لكن يحرر في تحريك الرأس، ضبط له ضابط حتى لا تنزل الشعث. لكن هنا يزيل الشعث، الاغتسال يزيل الشعث ولا ما يزيل؟ يزيل يزيله. وباتفاق أن الاغتسال ليس عليه فدية، ولذلك قال كالماء. فصحيح الراجح في هذا الباب، نقول لا فدية في ذلك إلا ما كان مطيبا، فالفدية تابعة للطيب، لأنه نهي يعني حرم. نعم تفضل. يجوز، ما فيها شيء، كالتلبيد. لا ما فيها شيء، لا التلبيد بيوقف، لكن لا يزيل الشعث، هو يحفظه من الهوام لكن لا يزيل الشعث. شيخنا يقص عليه أي مائع بقى، هو هنا يقص مائع من الزيت المطور على مائع المياه، أي مائع تاني يقص عليه؟ إزاي يعني؟ ده إيراد بيريده. هو الآن بيقول له بأنه يريد يرد عليهم، بيقول أنت قلت في فدية، أنا بقول لك لا، ده مائع استعمل في اليد كالماء الذي استعمل في الرأس. أنا وأنت نتفق أن الماء لو تسقط على الرأس في فدية، قالوا لا، قال إذن ليس في فدية. هم قال له أنت الآن لا تلزمني، لأننا أقول أن العلة في إلزامي بالفدية هي إيش؟ إزالة الشعث. فرددنا الأمر للأمر، تفهم المسألة، فرددنا للأمر أن الماء هو بالاغتسال يزيل الشعث، وما ذلك ليس عليه في ذلك. نعم، طالما فيش طيب يبقى له أن يفعل أي شيء، يستخدم أي شيء طالما فيش طيب. نعم. قال الإمام رحمه الله، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله مسألة، قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله، ولا يتعمد لشم الطيب،
قال ابن قدامة رحمه الله: أين يقصد شمه من غيره بكعل منه؟ نحو أن يجلس عند العطارين لذلك، أو يدخل الكعبة حال تجهيرها ليشم طيبها، أو يحمل معه عقدة فيها مسك ليجد ريحها. قال أحمد رحمه الله: سبحان الله، كيف يجوز هذا؟ وأباح الشافعي رحمه الله ذلك إلا العقدة تكون معه يشمها، فإن أصحابه رحمه الله اختلفوا فيها، لأنه يشم الطيب من غيره أشبه ما لو لم يقصد. هنا بيقول لا يقصد شم الطيب، لأنه أيضا يجعلون شم الطيب تقصدا فيه إيش؟ استعمال، لأنها مباشرة، والمباشرة استعمال. فهو يقول بأنه يأخذ السبب أن يذهب إلى مكان فيه الطيب، كالجلوس بين يدي العطارين مثلا، أو يدخل الكعبة حالة تجوير الكعبة فليشم الطيب. قال أحمد عندما سئل عن ذلك قال: كيف يجوز هذا؟ أباح الشافعي ذلك إلا العقدة تكون معه يشموها، مع أصحابي اختلفوا فيها. هو حقيقة الأمر المسألة في النزاع في هذا، شم الطيب وتقصد شم الطيب كاستعمالي أم لا، هذا النزاع. الشافعي لا يرى بأنه استعمال عامر، وقد يستدل له الدوري بأدل عليه، وأحمد قال بأنه يشبه أن يكون استعمالا، فلذلك منعه. ثبات الدليل اللي ورد على المس، اللي ورد ايه؟ اللي ورد على المس، لا على الشم. انا دلوقتي عايز دليل للشفا ده شيء. صلى الله عليه وسلم ممتاز، كانت تطيبه قبل ان يحل، بيستديم معه ولا مش بيستديم، يشتم رائحته ولا ما يشتم رائحته، مجاوره ولا مش مجاوره، مجاوره. وهو اصلا اذا جاور صاحب الطيب في هذا باب ليشتم او العقد ليشتم، قال ليس فيها شيء، وهذا الراجح الصحيح انه ليس فيها شيء. سبحان الله، سبحان الله، يأتي هنا مبينا أنه لو قصد الشم يحرم له ذلك، لأنه ألحقه بالاستعمال. تفضل شيخ. قال المدام رحمه الله: ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الإحرام فحرم، كما لو باشره، كما لو باشره يحققه أن القصد شمه، ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به في الإحرام، ماشي، فحرم. طيب هنا الآن ما الدلالة على التحريم؟ هو أصلا بيلزمنا ليه بالخوف؟ فين الدليل؟ ما خلاص هو ده اللي بنتكلم فيه، أنه الحق كل وقت أنه قال شم استعمال، ونقول له طب أيضا نريد دليل أيضا أن يثبت أن شم إيش؟ استعمال، ماشي. كما لو باشره، او هذا هو الالحاق، جاء كما قلنا انه الحق الشم به بالاستعمال على انها مباشره، وهذا ليس مباشره حقيقه الامر. والاصل عدم التضييق، والاصل عدم الالزام، والاصل عدم المنع، حتى ياتي دليل ظاهر واضح على المنع. شيخ الجزئيه ان الامام الشافعي يجوز اللي هو يشيل معاه حاجه يشتمه اصحابه، يجوزاش، وقال الا العقده تكون معي شموها إلا هو. قال يحققه أن القصد شمه لا مباشرة، بدليل ما لو مس اليابس الذي لا يعلق بيده لم يكن عليه شيء، ولو رفعه بخرقة وشمه لوجبت عليه الفدية ولو لم يباشره. فأما شمه من غير، وهذا عجيب، يعني هو بيقول الأصل الشم مش المباشرة، والدليل ما جاء إلا على المباشرة، فهذا عجيب جدا، خرج من التأصيل إلى التفريع. وأنا قلنا الأصل بذلك ما جاء الدليل في المنع إلا على المباشرة، لا يستخدم طيبا ولا يلبس ثوبا فيه ورس ولا زعفران. نعم. سيدنا أبو حضرتك كما تفضلت، ممكن يخرج من حديث عائشة وهو اشترط قلم قاصدا مبتدئا به. قال إيش؟ لما قال ولنا أنه شم الطيب قاصدا مبتدئا به. حتى ولو كان الثمرة واحدة، لأنه حتى هذا لا يؤثر عنده إلا أنه جعله إيه؟ استعمالا. المسألة الشم متى يكون الشم حراما؟ لما استخدامه. طيب. قال فأما شمه من غير خصل كالجالس عند العطار لحاجة وداخل السوق أو داخل الكعبة للتبرك بها، ومن يشتري طيبا لنفسه أو للتجارة ولا يمسه فغير ممنوع منه،
لأنه لا يمكن التحرز من هذا فعفي عنه بخلاف الأولى. يعني هو قال جعل القصد هو الذي يؤثر في هذا الباب، وجعل القصد الشم هو ينزل منزلة الاستعمال. صحيح أنه لا ينزل منزلة الاستعمال، والأصل عدم المنع. تفضل شيخ. ها؟ فين؟ لعله يتبرك بفعل النبي بتقبيل الحجر الأسود، نحسن به الظن. أو الصرف، المسألة تبرك بعمل الصالح. نعم. عمل حاشية وقال كتب الآية يعني إن أول بيت وضع الاسم الذي لو كتب مبارك. ماشي، البركة فيها بركة الأعمال. تفضل. قال ابن قدامة رحمه الله مسألة. قال الإمام أبو القاسم الطرقي رحمه الله: ولا يغطي شيئا من رأسه بل أذنان من الرأس. قال ابن قدامة رحمه الله: قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم رحمه الله على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. قال: والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر إيش؟ أجمع أهل العلم رحمه الله على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله: والأصل في ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. وقوله في المحرم الذي وقصته راحلته: لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. علل منع تخمير رأسه ببقائه على إحرامه، فعلم أن المحرم ممنوع من ذلك. لحظة. قال المنذر: أجمع أهل العلم أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه، والأصل في ذلك أن تخمير رأس حرام في للإحرام، والدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: ولا ألبس البرانس، وأيضا ولا العمائم، وأيضا قوله للرجل الذي وقصته ناقته قال: لا تخمروا رأسه ولا تحنطوا. كل ذلك فيه دلالات على تحريم. قال أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهذا فيه دلالة على منع تخمير الرأس، يعني تغطية الرأس. نعم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إحرام الرجل في رأسه. وذكر القاضي رحمه الله في الشرح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. وأنه عليه السلام نهى أن يشد المحرم رأسه بالسير. وقول الخرقي رحمه الله: والأذنان من الرأس، فائدته تحريم تغطيتهما. وأباح ذلك الشافعي رحمه الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس، فقد ذكرناه في الطهارة. وإذا ثبت هذا فإنه يمنع من تغطية بعض رأسه كما يمنع من تغطية جميعه. نعم شيء أشهد بجزئية مرة ثانية ناس. قال وأنه وذكر القاضي. قال ابن عمر: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهه على مسألة النقاب، وهذا سيأتي فيه التفصيل على مسألة الاختلاف في تغطية وجه المرأة بالإزدال، هل هذا النقاب ليس بالنقاب؟ وأحمد العجيب أنه يفرق بين الأسفل والأعلى، هذا عجيب جدا في هذا الباب. وحقيقة الأمر تحريم النقاب هو إيش؟ تحريم حد الوجه. ماشي، تفضل. وذكر القاضي رحمه الله في الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها. أنه عليه السلام نهى أن يشد المحرم رأسه بالسيف. وقول الخرقي رحمه الله: والأذنان من الرأس، فائدته تحريم تغطيتهما. وأباح ذلك الشافعي رحمه الله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس. يعني هنا الآن تغطية الرأس ممنوع منها، وللحديث أيضا ما أدري الحديث ده صحيح أم لا، إحرام الرجل في رأسه إحرام المرأة في وجهها. لو لا بد من درجاته في هذا الباب. عامة المرأة لا المحرمة لا تلبس القفازين ولا تنتقب. نعم. إنها أن يشد المحرم رأسه بالسير أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. عامة كل ما كان فيه تغطية الرأس فهو ممنوع منه. فبيتكلم عن أذنين، الأذنان من الرأس حديث ضعيف باتفاق أنه حديث ضعيف، الأذنان من الرأس. فقال: إن قلنا بمنع تغطية الرأس إذن الأذنان تمنع من التغطية، هذا كلام ضعيف جدا. لو قلنا بذلك إذن نقول تحلق وتقطع مع الحلق، مش أذنان من الرأس، يبقى تنزع تحلق مع
الله ما هو في هذا الباب. هو أصالة غاية الأمر إذا قلنا بصحة الحديث الأذنان من الرأس، يعني حكمهما حكم الرأس في المسح، في المسح لا تغسل لكنها تمسح، هذا الأصل. الأذنان من الرأس حكمهما حكم المسح، يعني حكم الرأس في المسح في هذا الباب. لكن أن تغطى، ولذلك الصحيح الراجح أنها لا تغطى، بل الذي يقوي ذلك هناك خلاف قوي في مسألة تغطية الوجه، وإن كان الجواز أقرب، لكن هناك في تغطية الوجه فيه إيش؟ فيه خلاف. فالكلام على الأذنين قوله الأذنان من الرأس هذا إيه؟ هذا على حكمهما في المسح. تفضل. في خلاف في العلماء انه يجوز تغطيته او لا يجوز. كالراس، راس في اتفاق انها لا تغطى، لكن في الوجه في خلاف، منهم من قال يغطى بالجواز، ومنهم من قال يحرم تغطيته. المحرم الرجل لا، ما كانش عامل امين. لا ما في شيء، غطي او لا يغطي. صار أما في الشتاء، أنت رحت يا حاج في الشتاء؟ صارت أنا كنت بتغطى بالحصيرة. نعم، برد شديد في الشتاء، البرد شديد. أنا كنت رايح مرة بري، ودونا بقى على قصيم مش عارف فين بالضبط، أنا جايين في المدينة. أنا دعوت الله خلاص يكون هذا آخر يوم أموت فيه، مش برد لا يعلم به الله جل وعلا. افعل بقى ما شئت، تكتك روح حتى ادخل في بطن حوت، مسألة قتل، برد. ها عليه فدية، لأنه ذلك بينتفع بدفع البرد. فلو لبس المخيط للبرد، يعني اشتد لبس سويتر، عليه إنه الفدية وله أن يلبسه. تفضل. تفضل شيخ. قال القول الخرقي رحمه الله: والأذنان من الرأس فائدته تحريم تغطيتهما. وأباح ذلك الشافعي رحمه الله، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأذنان من الرأس وقد ذكرناه في الطهارة. وحديث ضعيف يعني. وإذا يلا شيخ الله كم. وإذا ثبت هذا فإنه يمنع من تغطية بعض رأسه، كما يمنع من تغطيته جميعا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه، والمنهي عنه يحرم فعل بعضه. لذلك لما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم، حرم حلق بعضه، سواء غطاه بالملبوس المعتاد أو بغيره، مثل أن يعصبه بعصابة، أو شده بسير، أو جعل عليه خرطاسا فيه دواء أو لا دواء فيه، أو خضبه بحناء، أو طلاه بطين أو نورة، أو جعل عليه دواء، فإن جميع ذلك ستر له. يعني كل ما كان سترا لرأسه فيكون محرما ممنوعا وعليه الفدية، لكن لو وضع يده أي جزء منه ليس سترا. استدل بذلك أيضا قال أنه لو وضع يده على 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 العورة يسترها للصلاة ليست سترة، فكل جزء منه لا يكون سترة. كذلك إذا حمل شيئا صار المحمول على رأسه كيدي كجزء منه فلا يكون سترا. يبقى إذن القاعدة الكبرى في هذا الباب: كل ما كان تغطية الرأس غير التلبيد فإنه سترة، وإن كان سترة فعليه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخمروا رأسه، فمنع من تخمير الرأس. نعم. شيخنا السير اللي هو ليه؟ السير يعني هو ك ك ك كالعصابة. تفضل. ما زلت أقول بها هكذا، بيغطي جزء من الرأس، وتغطية جزء من الرأس كتغطية كل الرأس. فهمت كيف؟ هيغطي جزء من الرأس، لكن الثانية ما بتغطي، الثانية بتتلبس كده وهي أصلا فوق الرأس، الرأس كلها مكشوفة. بالإيه؟ ما البندانة. طب خلاص، هي البندانة غطت الرأس، هات البندانة بيلعبوا بيها تنس، انظر فيها كيف. أيوة، هو الشمسية دي
ما فيش، لا الدائرة دي دائرة على 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 الجزء هذا مش على الرأس، ما فيش على الرأس بتغطية. ونحن نقول بتغطية بعض الرأس تغطية للكل، الجزء هنا يخص كل الحكم، الجزء يخص حكم الكل، لكن هذا ده تغطية. قال فإن جميع ذلك ستر له وهو ممنوع منه، وسواء كان ذلك لعذر أو غيره، فإن العذر لا يسقط الفدية، بدليل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. قال وقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه قال وبهذا كله قال الشافعي، يعني قصة كعب بن عجرة يستدل بها على وإن دفع الضر عنده فيكون عليه إيش. وبهذا كله قال الشافعي رحمه الله كان عطاء رحمه الله يرخص في العصابة من الضرورة، والصحيح أنه لا تسقط الفدية عنه بالعذر كما لو لبس كلنسوة من أجل البلد. إذن هو إذا دفع الضر عنه، طيب إذا دفع الضر عنه انتفاع، فإذا دفع الضر عنه بشيء يكون فيه يكون فيه العمل بالمحظور أو يكون فيه الوقوف المحظور يكون عليه الفدية، فالعذر ليس مانعا من الفدية. وأصل ذلك عموم قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة، فجعل الفدية مع وجود إيش الأذى هو الآن. وقصة كعب بن عجرة عندما قال لهم ما كنت أرى أن الوجع قد يعني بلغ بك ما بلغ، ثم قال أنسك نسيك أو صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، فأمره أيضا بالفدية. وهنا مثلها كالذي يدفع البرد بغطاء الرأس. تفضل. قال فصل فإن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه فلا فدية عليه، وبهذا قال عطاء ومالك رحمه الله. وقال الشافعي قال فإن حمل رأسه مكتلا أو طبقا، يعني هو الآن يعتبر غطى ولا ما غطى؟ تغطية. هو عند أحمد هنا يقول هذا ستر، هذا ستر بجزء من البدن ألحقه، ها لا ألحقه بجزء من البدن كأنه جزء من البدن، لذلك قال والستر بجزء من البدن لا ليس فيه. فقال الشافعي رحمه الله انت بقى تصور بقى ما تقعدش كل مره تقطع ماسك طبق جاب البوكه ولا اسمها البوكه ولا اسمها وضعتها، فهذه هي حتى ولو تمسكها بيدها خدت حكم ايديها. اتفضل. وقال الشافعي رحمه الله عليه الفديه لانه سفر، هو قال هذا ستر وهذا منفصل حقيقه ليس ايش جزء من البدن، هذا قول الشافعي. قال ولنا ان هذا لا يقصد به الستر غالبا، فلا الستر غالبا، فلم تجد به الفدية كما لو وضع يديه عليه. يعني كما قلنا النزاع ما زال موجودا، وهو هل هذا منفصل ولا هذا متصل؟ الحنابلة يرون أنه كالمتصل، الحقوق بالمتصل جزء من البدن، وجزء البدن باتفاق وضع يده على رأسه هكذا، أو غطاه ولا ما غطاه؟ عليه فدية؟ ليس عليه فدية، فهو يكون قادرا للستر، قاصدا للستر، فهو بيقول إذا وضع شيء أغراضه كهذه. هو لم يقصد الستر، يقصد حمل ايش الاغراض، فلا 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 شيء. اما الشافعي فقال هذا الستر لانه منفصل في الحقيقه، فيكون قد غطى راسه بشيء يحتاج اليه، وقلنا ارتكاب المحظور للحاجه او للعذر لا يمنع في الفقه في الفقه. قال وسواء قصد به الستر او لم يقصد، لان ما تجب الفديه لا يختلف بالقصد وعدمه. وشوف هنا مع انه تكلم في مساله الطيب اما حولها على ايش؟ على القصد. تذكروا بقى حالها على القصد. تفضل. قال فكذلك ما لا تجب به الفديه، واختار ابن عقيل رحمه الله وجوب الفديه عليه اذا قصد به الستر، لان الحيل لا تحيل الحقوق. شوف هنا قال حيله والحيله لا تحيل الحق. عجيب، كلام قوي جدا في هذا الباب. فإذا قيل أنا تحمله هنا وهي قاصدة للستر، قال إذن يجب عليها الفدية. لا تقول الآن جزء أو غير جزء، هي قصدت أمرا مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الشرع، وهو حرمة ستر ليش رأس لا تلبس العمائم، فلا تلبس العمائم معناها حرمة ستر رأس، وهي قد سترت فعليها الفدية. نعم.
قال وإن ستر رأسه بيديه فلا شيء عليه لما ذكرنا، ولأن الستر بما هو متصل به لا يثبت له حكم الستر، ولذلك لو وضع يديه على فرجه لم تجزئه بالستر، ولأن المحرم مأمور بمسح رأسه، وذلك يقوم بوضع يديه أو أحدهم أو إحداهما عليه. وإن صل وإن طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يطلع. وإن طلى رأسه بإيش؟ قال وإن طلى رأسه بعسل أو صمغ، نعم، ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يصيبه الدبيب. ماشي. قال جاز، وهو التلميذ الذي جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال رواه البخاري رحمه الله. وعن حفصة رضي الله عنها أنها قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال يا ملبدا ولم تحلل، نعم، ولم تحلل تحلل سرع صرف، نعم، ولن تحل. لا يا المسألة بقى شوف الثلاثي أو رباعي يا أستاذ أحمد، يبقى لم تحلل صحيح كده؟ ايش؟ هي عندي تحلل برضه مكتوبة منسوخة كده، بس هي الحق إن هي لم تحلل. تفضل. قال ولم تحلل لأن هي من الحلال صار حلا. نعم. يعني قلت ولم تحلل؟ لا لم تحلل. قال ولم تحلل أنت من عمرتي. قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. حتى أنحر. حتى أنحر. نعم. قال متفق عليه. طيب هنا يتكلم على مسألة وضع اليد على الرأس مثل وضع اليد على العورة، هل هي ساترة للعورة؟ هل تعد سترة للعورة؟ لا تعد سترة للعورة، إذا وضع الرأس لا يعد سترا على الرأس، لذلك قالوا كل ما حمل على الرأس فهو كاليد، لأنه نازل مزيد الجزء من الجسد، لذلك قالوا ليس عليه الفدية، لكنه لو لبد رأسه، طلع رأسه بالعسل أو الصمغ ليجتمع الشعر ويتلبد ويمنع الغبار، هذا فيه رأيت رسول الله يهل ملبدا بأنه وضع العسل على رأسه بأبي هو وأمي من أجل يعني أن يجتمع الشعر ويتلبد حتى لا يتخلله الغبار، وما فعله النبي دلالة أنه ليس بمحظور، فمن فعل ذلك فإن طبقة العسل ليست طبقة ساترة معناها تستره من تخلل الغبار، لكن لا ليست طبقة ساترة، ليست ساترة للرأسي، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم دال على الجواز. ولذلك الحديث قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. أشرف أتى قال حل يحل يحلل كما قلنا نحن، جزاه الله خير. رد معك استاذ اشرف فوزي، ارجو ان تكون في خير صحه وحال. تفضل. اشرف فوزي كان مدرس زراعه عربيه لكنه مدرس. تفضل. هو لا اشرف الان ساصير موجها قريبا. تفضل. قال وان كان في راسه طيب مما جعله فيه قبل الاحرام فلا بأس، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على رأس ابن عباس رضي الله عنهما مثل الركب من الغالية وهو محرم. نعم، لأن هذا يكون قبل الإحرام، وقلنا بأن الطيب مصاحبته يغتفر يغتفر في الإسلام ولا يغتفر في الابتداء، عكستها، يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. نقف عند هذه المسألة، أسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. لو في أسئلة تفضل. الحمد لله. يقول رفع على قدرك، هل يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم؟ لا يجوز المرأة أن تسافر بدون محرم، لا يجوز سفر بدون محرم، لا يجوز. حتى لو كانت في رفقة أننا كالقطار، لا يجوز، لا تسافر بدون محرم إلا في الحج أو العمرة خاصة مع وجود الأمن.
مع وجود الأمان. لكن أن يكون هذا العموم ما قاله من الشفاعي إلا ابن كج، والأمر مخالف لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، قالها مطلقة، وقال في يوم وليلة، وقال ثلاثة أيام بليلين. لا، لابد يكون في الواجبة فقط، الحج والعمرة واجبة فقط. هو الدليل احنا قلناه الان حديث، انت ما سمعتوش ده، كررناه ألف مرة، لا تمرن الضعينة من حضر موت حتى تطوف البيت لا تخشى الا الله والذئب على الغنم. فقال الذئب على الغنم، هذه دي معناها ايش؟ الامان. تمام، فطافت او اباح لها ان تطوف ولا ما اباح؟ اباح. نعم. أبا مالك كيف أنت؟ شفاك الله عافاك، أحسن الله عليك، رفع الله مقامك. طيب أحسن الله عليكم، اللهم اجعلنا كل صلاح وجعل وجه خالص وتجعل الحد فيها شيء. اللهم اجعل هذا البلد، الولد بينام ووقف، اللهم اجعل هذا البلد أمن الأمان الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين الحكم بكتابك العمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا واجعل عملهم في رضاك وابتغاك وأنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على الجمعة من الجمعة قلت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. حديث وإن كان في ضعف لكن المعنى صحيح. السلام عليكم ورحمة الله. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.